كابتن مختار، عايزين نبتدي بقى الحكايه من الاول، من بدايه الكره الشراب. والله هي ديت اللي علمتنا الكوره. يعني احنا واحنا صراحه من فضل الله يمكن السن بتاعنا ده كان محظوظ جدا في الكره الشراب، لان احنا كان عندنا ملاعب كثيره جدا قدام بيوتنا اللي احنا عايشين فيها، اتعلمنا فيها كره الشراب، وكانت عندنا فرص هائله جدا لهذا الامر، عكس يمكن ولادنا دلوقتي. ولادنا دلوقتي ما عندهمش اي فرصه لهذا الامر. يعني الدنيا بقت صعبه جدا عليهم، اللي ما عندوش نادي تبقى الامور صعبه، اللي ما بيروحش مركز شباب طبعا، ودي مع العدد الكبير بتاعنا اكيد ان ديت برضه بتفرق كتير قوي. انا يمكن في الكره الشراب انا في شبرا، وشبرا ما شاء الله كانت يعني غنيه باللعيبه، تجمع المواهب بقى غنيه ما شاء الله زي ما بيقولوا يعني. وكانت كمان زي ما بقول لك ان الملاعب كثيره جدا في كل حته، من كل قدام بيت تلاقي ملعب كوره. وكانت زمان يمكن الكوره بالذات دلوقتي يعني برضه كانت الكوره الشراب ليها جمهورها اللي كان عايش ليها بشكل كبير جدا. يعني انا وانا في شبرا كنت زمان كنت عايش مع الناس، يعني الناس عارفين بالاسم، عارفيني بالاسم، وده امر طبعا كان يعني مخلي الواحد ان ديت حاجه هايله جدا بالنسبه له. انك بتمشي حتى وانت في شبرا الناس كلها عارفينك، ليك الجماهيريه بتاعتك ما شاء الله. يعني جماهيريه اللي موجوده دلوقتي جماهيريتنا اللي احنا عشناها بالنسبه للكره الكبيره والانديه والاهلي وكده، لكن كان زمان الجماهيريه بتاعتنا للكره الشراب ادتنا كتير جدا جدا. احنا كمان يعني صراحه يعني كنا زي ما بقول كده مقطوعين لكره الشراب. يعني هي اللي عملت المواهب طبعا الشراب. طبعا يعني ما كنا بنشوف في كل الانديه تلاقي المواهب كتير جدا سببها الكره اللي كانت في الشارع وكره الشراب دي، وهي دي عكسها دلوقتي يا اسامه. يعني احنا لما بنشوف اي ولد صغير دلوقتي عنده مهاره ما بنصدقش ايه ده حاجه ده بنقول ده مهاره نادره دلوقتي. زمان كانت دي طبيعيه عاديه. الناس المهاريين بكثره بشكل يعني كثير جدا جدا. وكانت للاسف كمان يعني الكره الكبيره ما كانتش واخده حقها معانا زي ما كانت الكره الشراب واخده، حتى زي ما هي واخده دلوقتي حقها. يعني لو العكس صحيح، لو الكره الشراب مع التوقيت اللي احنا فيه ده كانت الدنيا، وهو دوت اظن ان في دول في العالم زي البرازيل كره الشاطئيه، كره الشراب هي دي اللي مخلياهم كره الشاطئيه على البحر وعلى الرمل، استمراريه للمواهب اللي موجوده على طول. يعني عشنا فيها سنين كتير قوي في شبرا. يعني مين اللي شافك بقى وانت بتلعب كره شراب وخدك وداك اسكو وقتها؟ البدايه كانت في اسكو صح؟ انا على فكره رحت اسكو وانا مش يعني دلوقتي الانديه بتاخد الاولاد من الصغير من الصغر من 10 من 11 سنه من قبل كده كمان. انا كانت الكره الشراب واخدانا، فانا كنت بلعب في مع يعني اصحابي هناك في قدام كنت انا في مدرسه وكنا بنلعب قدام المدرسه، فكان في ولد صاحبي موجود في بيلعب في نادي اسكو فجي قال لي ما له ما تيجي تلعب معانا هنا في اسكو بتاع ومش عارف ايه وبتاع. طبعا كان الامور صعبه يعني ما كانش حد فينا بيفكر يروح، كنا بنروح الانديه عشان بس كده نروح فسحات للانديه يعني نتفسح واحنا اولاد صغيرين، فكنا نروح اي نادي نعمل فيه اختبارات وكده. تفتكر صاحبك اسمه ايه اللي خدك وقال لك فاكره؟ اسمه صبحي حجر. ايوه هو ده اللي خدني ورحت اسكو. ولما رحت اسكو اول ما رحت هناك كان في يعني المدرب اللي شافني كان اسمه حسني ابو زيد الله يرحمه. يعني اول ما شافني اول ما يعني طبعا كنت بقى يعني بلعب كره شراب، وكنت بلعب كره شراب على مستوى بفضل الله كان كويس جدا جدا. فاول ما رحت هناك الدنيا سهله جدا بالنسبه لي ان انا اعمل كل حاجه بالنسبه للاولاد اللي عنده. فهو الراجل انبهر بيا فقال لازم، قال له خلاص انت تبقى معانا. قلت له خلاص ماشي. تاني يوم طبعا ما رحتش لان انا عندي ماتشات كره شراب والناس مستنيني وهي دي الاهم. فالمدرب قال له ما تجيش بعد كده اما كذا يوم يعني ان انا ما بروحش معاه وهو يقول لي انا ما اروحش. فقال له ما تجيش الا لما يجي. يعني انت ما تجيش الا يعني لو ما جاش ما تجيش. فهو الولد جه قال لي، فصراحه دي اللي يعني حننتني عليه شويه ورحت معاه. اول ما رحت يا اسامه